دلوقتي مشاهدينا نتعرف مع حضراتكم على أبرز وأهم الأحداث المقرر حدوثها النهاردة إن شاء الله، هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيعقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فرنسا ستيفان سيغورني ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وده في قصر التحرير بوسط العاصمة. ومن المتوقع أن يناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة الوضع في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع للشهر السادس على التوالي. النهاردة هتعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية المقابلات الشخصية مع القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة جامعة القاهرة اللي ضمت 14 مرشح، وبتناقشهم اللجنة في البرامج المقدمة منهم لرئاسة الجامعة وفق معايير استرشادية ومجموع من 100 درجة. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة ويست هام مع نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهراً، ومباراة لوتون تاون مع توتنهام في تمام الساعة 5 عصراً، ومباراة مانشستر يونايتد مع برنتفورد في تمام الساعة 10 ليلاً.